كشفت وزيرة الثقافة روى عبد عثمان عن سعي الوزارة لدى أمانة العاصمة لتخصيص الساحة المفتوحة أمام مبنى الوزارة لإقامة مسرح مفتوح في ميدان التحرير. كما أكدت الوزيرة خلال اجتماعها اليوم بعدد من موظفي الوزارة وحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة محمد البابلي، أكدت أن تصحيح وضع صندوق التراث والتنمية الثقافية أولوية هامة لمعالجة كثير من الإشكاليات التي تعاني منها الوزارة والهيئات التابعة لها. أروى عثمان أوضحت أن الوزارة ستعمل جاهدة وستواصل جهودها لرفع ميزانية الوزارة وإعادة النظر في برامجها بما يخدم أهدافها على مختلف الأصعدة. كما كشفت عن بعض برامج الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومنها تنظيم معارض للكتاب والفنون التشكيلية والحرف اليدوية من المقتنيات الموجودة في مخازن صندوق التراث والتنمية الثقافية.